اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن عمرو الحلواني. ازيك يا عمور؟ كابتن اسلام، اخبارك يا حبيبي؟ حبيبي كابتن، كله كويس؟ زي الفل يا كابتن مصطفى. شايف ماتش البيراميدز ازاي مباشره؟ طبعا ماتش مهم جدا. النادي الاهلي الفتره اللي فاتت ماشي الحمد لله بخطه ثابته. النادي الاهلي اخر 12 ماتش كسبان في الدوري، وبيراميدز برده كسبان 14. ف النادي الاهلي الفتره الاخيره عارف هو عايز ايه يا كابتن اسلام، مركز جدا. مستر كولر عامل روتيشن على اعلى مستوى، كل اللعيبه بتادي اللي عليها. اي حد بيبقى احتياطي وبينزل زي عمرو السوليه بينزل بيعمل فارق جامد جدا. كل اللعيبه مركزه. النادي الاهلي عنده 30 لعيب مميز، 30 لعيب على اعلى مستوى. مستر كولر في التمرين بيبان اللعيبه المركزه وبيدي اللعيبه، حتى بتلاقي بيفاجئنا بطار محمد طار ماتش قبل فات بياخد مان اوف ذا ماتش، بقاله فتره ما كانش بيلعب. الفترة اللي فاتت بيلعب وبيأدي على أعلى مستوى. حسين الشحات بيلعبه ماتشين وعجده وأحد احتياطي. إمام عاشور الماتش اللي قبل اللي فات كان مريحه، والماتش اللي فات بيلعب. فأنا شايف اللي فيه روتيشن على أعلى مستوى، اللعيبة مركزة. اللعيبة دايما كابتن إسلام لعيبة النادي الأهلي بالأخص بيحب يلعبوا تحت ضغط. فأنا مش قلقان من الماتش بتاع بيراميدز، بالعكس انا شايف النادي الاهلي اتعود على كده اكتر من موقف. النادي الاهلي بطل الدوري، النادي الاهلي بطل افريقيا، اللعيبه كلها بتبقى مركزه. في الماتشات الكبيره بتلاقي اللعيبه الكبيره. انا مش قلقان من ماتش بيراميدز يا كابتن اسلام. انا متاكد النادي الاهلي هيعمل ماتش كويس جدا. النادي الاهلي هيبقى التفاصيل الصغيره بتاعت مستر كولر اكيد بيذاكر الفتره دي، واللعيبه كلها بتذاكر وعارفين الماتش ده مهم جدا بالنسبه لهم. عارفين الماتش ده يعني بنسبه ان شاء الله الاهلي كسب الماتش ده كابتن اسلام هيبقى بنسبه 70%. لا الكلام ده مش انا وجهه نظري، ان هذا الكلام غير صحيح. لا يعني وجهه نظري هو في لا النادي الاهلي لو كسب بيراميدز لا معنويا هيبقى اعلى. معنويا ماتشات في اربع ماتشات ان شاء الله الاهلي يكسبهم هيبقى فرق، بدل ما يبقى فرق نقطه هيبقى فرق اربع نقط. فده انت تقول اللي انت عايزه. لكن انا من وجهه نظري دايما ان مثل هذه المباريات بتديك اريحيه معنويه على نادي بيراميدز اللي هو المنافس دلوقتي اللي بتتنافس معاه ولكن في نفس الوقت انا بشوف ان لو كسبت هذه المباراه مش هتاخد الدوري. لا مش هتاخد الدوري، لو قدر الله خسرت هذه المباراه مش هتخسر الدوري. لسه بالنسبه لك لسه 10 ماتشات تاني. انا معاك يا كابتن اسلام، بس الماتش ده لو كسبته لا هيخلي الفرق ان شاء الله بعد الاربع ماتشات اللي هنلعبهم هيبقى فرق اربع نقط. فالموضوع هيبقى كويس جدا معنويا. الاهلي هيبقى ان شاء الله راكب الدوري معنويا، هيبقى النادي الاهلي كسبان بيراميدز اللي هو اول دوري دلوقتي، وفارق بينه وبينه اربع نقط، 11 نقطه، وفارق بينه وبينه اربع ماتشات. فانا شايف يا كابتن اسلام الماتش ده مهم جدا لعيبه النادي الاهلي. الماتش ده هيبقى اللعيبه مركزه جدا. الماتش ده عارفين ان الماتش الاهلي وبيراميدز الفتره اللي فاتت بيبقى ماتشات بتبقى صعبه جدا، بس انا متاكد اللعيبه اتحطت في الموقف ده كتير جدا كابتن اسلام. اللعيبه باين قوي واخدين ماتش بماتش، واللعيبه باين قوي اللي هي مركزه عايزين ياخدوا ثلاث نقط بثلاث نقط. فبصراحه انا شايف الفتره اللي فاتت النادي الاهلي ماشي بخطه ثابته، وانا شايف النادي الاهلي الفتره الماتش بتاع بيراميدز هيعمل ماتش ان شاء الله كويس جدا. باين حتى اللعيبه، كنت بتكلم مع معظم اللعيبه امبارح، لا مركزين قوي كابتن اسلام، مركزين قوي. اللعيبه كل واحد عارف اللي ليه واللي عليه. اللعيبه حتى الاستشفاء بيعملوه على اعلى مستوى. كنت بكلم حتى امبارح لعيبه كنت بكلمها، قال احنا في الاستشفاء يعني هنخلص وهنكلمك، اللي هو مركزين قوي في الموضوع بتاع الاستشفاء، الموضوع بتاع التمرين. ده اهم دلوقتي في هذا التوقيت. ده دايما زمان ما كانش فيه كده، زمان ما كانش فيه كده. فاللعيب نفسه بيبقى عارف اللي ليه واللي عليه، وعارف اللي بيكسبه وعارف اللي بيخليه بقى كويس. فده في حد ذاته ده كده لعيبه بروفيشنال، لعيبه عارفه عايزه ايه ومركزين قوي، اللي هم ان شاء الله ياخدوا الدوري ويكسبوا الماتش الجاي باذن الله. تقييمك لفريق بيراميدز؟ بص يا كابتن اسلام، بيراميدز السنه دي عامل موسم استثنائي بصراحه، يعني عامل موسم استثنائي. عامل يعني اللعيبه بدات تحس ان هي بقى لها 3 4 سنين بينافسوا على دوري، بس ما بياخدوش دوري، بياخدوا ثالث رابع، بيخشوا كونفدراليه، بيخشوا في افريقيا. السنه دي اللعيبه عاملين ماتشات كويسه جدا، وحسوا كمان المكسب بتاعهم يا كابتن اسلام. حتى النادي الاهلي ما كانش بيلعب معاهم في الدوري في توقفات عشان بطوله افريقيا. فاللعيبه بيراميدز لعبت ماتشات، الماتش خلاهم يكسبوا الثاني الثالث، فحسوا ان هم بيبقوا قريبين اللي هم ينافسوا على الدوري. اما كسبوا 10 ماتشات بعد كده كسبوا 11 في 12، فاللعيبه حست اللي هي بقت موجوده بينها وبين النادي الاهلي بقى فيهم منافسه على الدوري، ونادي الزمالك بعد عن الدوري تماما. فهي اللعيبه حاسه بنفسها. فانا شايف ان السنه دي بيراميدز بصراحه عاملين موسم يعني مميز بالنسبه لهم. يعني حتى السكواد بتاعهم سكواد مميز، وعاملين عندهم لعيبه كويسه قوي. بس مع العلم يا كابتن اسلام، سكواد بيراميدز مش بنفس الخبره ولا الكواليتي بتاع النادي الاهلي. يعني سكواد بيراميدز لعيبه مميزه جدا، بس مش بتوع بطولات، ما خدوش بطولات قبل كده. لعيبه النادي الاهلي
لا لعيبه على اعلى مستوى، سكواد عالمي، لعيبه كل واحد عارف اللي هو عليه، بس هنا ممكن يقول لك إيه؟ افريقيا ممكن يبقى يقول لك انا الدافع مثلا بالنسبه للبيراميدز ان انا كلاعبين ما خدتش بطولات كتير، المدرب بتاعهم برده ما خدش بطولات كتير، ولكن ما خدوش بطولات خالص. ممكن يكون ده دافع ليهم طبيعي، بس وممكن يكون ستريس ليهم، يعني ممكن كل الفتره اللي فاتت كان بيكسبوا ماتشات عشان الاهلي ما كانش بيلعب. وجهه نظري النادي الاهلي كان بره، كان بيلعب افريقيا، ما كانش مشغول في، ما كانش موجود في الدوري، فبيراميدز عمال يكسب ماتش واثنين وثلاثه واربعه. لما النادي الاهلي دلوقتي عمال يكسب، حط بيراميدز تحت ستريس، حط بيراميدز اللي هو الايقونه بتاعت بيراميدز اللي هم اتحطوا تحت ستريس جديد عليهم، مش محطوطين قبل كده تحت ستريس. بالعكس النادي الاهلي، النادي الاهلي اصلا يعني تحس النادي الاهلي الكبير قوي كابتن اسلام، لما بيبقى محطوط تحت ستريس بيجيب لك بطوله، لما بيبقى محطوط تحت ستريس بيعمل ماتشات جامده جدا، لما بيبقى محطوط تحت ستريس بينافس على كل البطولات. صحيح. فانا شايف ان النادي الاهلي في الماتش ده او عكس بيراميدز خالص، لا اللعيبه هتبقى مركزه 100%، حتى الدافع بتاع النادي الاهلي هيبقى اكتر من دوافع بيراميدز. كابتن اسلام، بيراميدز 68 نقطة من 27 مباراة، النادي الأهلي في المركز الثاني 57 نقطة من 23 مباراة، فقط أربع مباريات فارق. أعتقد إن دي أرقام ما حد يشوف هذه الأرقام يعرف إن زي ما أنت قلت إن الضغط بيمثل أو ضد نادي بيراميدز أكتر من النادي الأهلي. طبعًا طبعًا يا كابتن، يعني هو قبل كده الأهلي ما كانش بيلعب في الدوري، فكان حوالي أكتر من 17 ماتش الأهلي ما لعبهمش، وبيراميدز عمال يكسب، ده طبيعي. بس النادي الأهلي بيكسب كمان اللي عاجبني في النادي الأهلي، يعني فرق 11 نقطة، فلما يبقى النادي الأهلي كمان بيشتغل بهدوء، يعني مش بهدوء، ماتش بماتشه، كل تشكيل، كل ماتش ليه تشكيل، كل ماتش ليه اسلوب معين، كل ثلاث نقط تلاقي اللعيبه عندها تدافع الماتش اللي بعديه، بدليل هم كسبوا 12 ماتش على التوالي كابتن اسلام من النادي الاهلي، اخر 12 ماتش النادي الاهلي كسبانه، زي بيراميدز كسبان حوالي 13 14، ولسه في عند النادي الاهلي اربع ماتشات فرق. فالدوافع بتاعت النادي الاهلي انا بقول لك كابتن اسلام ومتاكد لا اكبر من نادي بيراميدز. نادي بيراميدز دلوقتي محطوط تحت ضغط، يعني انا واثق 100% ان نادي بيراميدز هينزل ماتش يوم الجمعه لا متوتر، في توتر، في اول مره اتحطوا في موقف زي ده، اول مره ينافسوا على دوري مع النادي الاهلي، طول الوقت كان بينافسوا هو والنادي الاهلي ومش فرق بنقط، فرق بنقط، فرق السنه دي الفرق مع النادي الاهلي هو خلاص اللي هياخد الدوري للاهلي لبيراميدز، فتلاقيه طول الوقت تحت ستريس، طول الوقت باصص النادي الاهلي، النادي الاهلي مش باصص لحد، النادي الاهلي باصص لنفسه، باصص لماتشاته، بيركز على كل ماتش، ماتش بيراميدز ان شاء الله يكسبه، الماتشات اللي بعديها بياخد ماتش بماتشه، فانا شايف ان اللعيبه تبقى مركزه، بعكس نادي بيراميدز هتلاقي دلوقتي في توتر وفي عصبيه، حتى طريقه اللعب بتاعتهم قدام الاهلي هتتغير تماما، عشان هو برده خايف يخسر، وهو حاطط في دماغه لو ما خسرش يعني لو ما كسبش ما يخسرش يا كابتن اسلام، فهتلاقيه مركز قوي على مفتاح لعب النادي الاهلي، ومركز في كل الماتشات ال 90 دقيقه بتاعت النادي الاهلي يا كابتن اسلام. اهم ما يميز بيراميدز يا عمرو، نادي بيراميدز عنده سكواد هايل، عنده مصطفى فتحي عامل موسم هايل جدا، عنده شيبي من افضل اللاعبين في الدوري، في الدوري وعامل اسيستات وعامل، عنده حلول، عنده حلول، شيبي هايل برضو، شيبي عامل برضو موسم هايل، في اكتر من لعيب عاملين ماتشات هايله السنه دي، بس دول اكتر اتنين بالنسبه لي كابتن اسلام اللي اللعيبه بتتفرج على ماتشات الدوري كلها. فاستو مايلي مثلا هايل بيجيب جوان، بس طيب. عنده اكشن انا ماشي، بس تمام كابتن، بس ما بيديلكش المستوى اللي هو كل ماتش عنده 8. انا بتفرج على ماتشات كلها كابتن اسلام، لعيبه بيراميدز لعيبه كل على بعضها لعيبه هايله، بس انا بتكلم على اللعيب اللي بيديك كل ماتش 8 و9 من 10، مصطفى فتحي بيديك الشيبي، بتلاقي لو جيت بصيت على 80% من اجوان بيراميدز هتلاقي الشيبي هو اللي عاملها، او مصطفى فتحي جايبها او عامل اسيستات. بصراحه الاثنين دول الاثنين دول بصراحه عاملين موسم استثنائي بالنسبه للبيراميدز، وعاملين حاله كل لعيبه مميزه، بس مش بنفس الاداء، ممكن واحد يدي لك ماتش 7 من 10، الثاني يديك ماتش 5 من 10، مش بنفس الاداء اللي هو يدي لك، هم دول الاثنين الابرز من الابرز جدا جدا بالنسبه للبيراميدز. طيب هل ده يتم مقابلته من النادي الاهلي بان انا العب، يعني مثلا لو كريم فؤاد خلال الفتره الاخيره هو اللي بيلعب في المركز الشمال، يطلع يضغط من قدام ولا يستنى ورا؟ ما هو ألعب عليهم ضغط هجوميا ولا استنى في مثل، لان انا عندي مصطفى فتحي الجبهه دي تحديدا، يعني مصطفى والشيبي. بص يا كابتن اسلام، يعني كريم فؤاد الفتره اللي فاتت عامل بصراحه ماتشات هايله دفاعيا،
عشان هو بيلعب ناحيه شمال، هو اصلا مش اشول، بس عاملها دفاعيا بصراحه على اعلى مستوى، واللي قدام هو اللي بيشتغل، كان حسين الشحات، ان كان احمد عبد القادر، ان كان طاهر محمد طاهر، اللعيبه دي كلها هو دايما بيبقى مكمل معاهم. انا شايف ان كريم دفاعيا مميز قوي، فلازم ياخد باله من مصطفى فتحي. مصطفى فتحي بيعمل اكثر من لعبه في 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 في, في الماتشات. مصطفى لعب لجوه بس جوه، وساعات بيلعب لبره، وساعات بيعمل حاجات بالخارجي، والحاجات دي كلها اكيد اكيد مليون في الميه. كريم فؤاد اتفرج عليه مره واثنين وثلاثه، هما كانوا مع بعض في منتخب الفتره اللي فاتت في منتخب مصر، فاكيد عارف مصطفى فتحي بيعمل ايه، والحاجات اللي هي المميزه عنده، والحاجات ما بيخش لجوه بيعمل ايه، ويخرج لبره بيعمل ايه. اكيد مصطفى كريم فؤاد مر عليه اكتر من لعيب زي مصطفى فتحي، وفي افريقيا ماتشات صعبه جدا، فانا مش قلقان من الموضوع ده. بس التشكيل بتاع النادي الاهلي كابتن اسلام والشيبي برضو لعيب مميز، بس انت ممكن يا كابتن اسلام حسين الشحات لو لعب، لا الشيبي حسين الشحات هيبقى لعيب مميز، عنده واحد ضد واحد جامد جدا. الفتره اللي فاتت ما بينزل او بيلعب اساسي، الماتش اللي فات خد، اللي قبل اللي فات خد مان اوف ذا ماتش، الماتش اللي فات لما نزل عمل فرق بين الشوطين. انا شايف ان حسين الشحات الفتره دي فايق، لو لعب على الشيبي لا هيروح واحد ضد واحد، مش هيخلي الشيبي حتى يطلع يعمل كورسات كتير، بدليل حسين الشحات بيدافع كويس جدا وبيهاجم كويس جدا، فهيوقف الشيبي. الجبهه دي هتقف ان شاء الله مع كريم فؤاد وحسين الشحات باذن الله. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن عمرو الحلواني ولكن بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. عمرو، برضو الناحيه الهجوميه في نادي بيراميدز ناحيه قويه وكل حاجه، ولكن على الجانب الاخر النادي الاهلي وخط دفاعه واحد من افضل خطوط الدفاع في هذا الموسم. واحد من افضل خطوط دفاعه مش في الدوري، في افريقيا. بدليل النادي الاهلي خد بطوله افريقيا، يعني عندك عبد المنعم، عندك رامي لو جاهز، ياسر ابراهيم لعيب مميز، كريم فؤاد ناحيه شمال، محمد هاني بكرات منتخب مصر، ولعب اكتر من 200 وحاجه ماتش في الدوري المصري، واكتر من 20 ماتش في منتخب مصر، فلعيبه تقيله جدا، مرت الظروف دي عليهم اكتر من ماتش يا كابتن اسلام. لا اللعيبه دي انا شايف حتى الفتره اللي فاتت اللعيبه كانت مركزه جدا، وكان في يعني مركزين مع بعض التشكيل، حتى كابتن الفتره اللي فاتت اللعيبه مركزه قوي مع بعض، اللعيبه بقى حافظه بعض قوي، اللعيبه بقى عارفه اللي هم عايزين ايه، اللعيبه متمركزه هدفهم واحد اللي هو الدوري. فحتى تلاقي لما محمد عبد المنعم موجود دايما تلاقي كريم فؤاد جنبه، دايما تلاقي ياسر ابراهيم او رامي ربيعه، دايما ياسر ابراهيم معاه الكوره تلاقي محمد هاني على طول موجود معاه، تلاقي اكرم توفيق على طول في بلوك مع كريم، مع محمد هاني، مع عبد المنعم، تلاقي امام عاشور دايما طول الوقت بيدافع مع اكرم توفيق، طول الوقت تلاقي مروان عطيه طول الوقت موجود، امام عاشور بوكس تو بوكس رايح جاي. لا تلاقي اللعيبه كابتن فيه نغمه كويسه قوي بينهم وبين بعض، من كتر الماتشات اللي لعبوها مع بعض، من كتر حتى الماتشات المكسب يا كابتن اسلام، المكسب بيجيب مكسب، اللعيبه حافظت بعض. لما بتلعب مع لعيب جنبك ماتش واثنين وثلاثه واربعه وخمسه خلاص انت حفظته حتى بالعين، حفظته اللعيب اللي جنبك حتى بتبقى عارف عيوبه وميزاته، ممكن تروح تساعد جنبه، ممكن تروح تقف جنبه في الكوره بتاع دفاعيا وهجوميا. فانا شايف ان الدفاعيه النادي الاهلي مش بس الخط اللي ورا، لا دفاعيا ال11 لعيب او ال10 لعيبه كلهم مع بعض بلوك، ودفاعيا النادي الاهلي كمان بيبدا من وسام تلاقيه طول الوقت موجود بيدافع مع اللعيبه في الكور الثابته ومن قدام. فانا شايف اللعيبه ميزه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت يا كابتن اسلام اللي كل اللعيبه بتدافع مع بعض وبيهاجموا كويس جدا يعني. طيب النادي الاهلي بيعتمد دائما على الاطراف وهي من اهم ما يميز بيراميدز، ولكنها ايضا نقطه ضعف واضحه لبيراميدز. بص كابتن، نقطه ضعف بيراميدز الدفاع، الدفاع بتاعهم مش على اعلى مستوى، حتى تلاقي كميه الاجوان اللي داخله فيهم، يعني مثلا ممكن بيراميدز يكسب 3 يخش فيه جونين، يكسب 2 يخش فيه 1، ممكن يكسب 4 يخش فيه جونين 4-2، فطول الوقت طول الماتشات تلاقي في جوان داخله فيه، يعني لو جيت الاعداد بتاعه الاجوان داخله بيراميدز تلاقي ارقام كبيره. فدفاعيا بيراميدز حتى مش بيركز في الكور الثابته، الكور الثابته عند بيراميدز ضعيفه جدا كابتن اسلام، القرانه والكور الثابته اللي على الجناب، حتى الكورسات اللعيبه بتاع الدفاع بيقفوا غلط، ما بيقفوش مان تو مان، ما بيبقاش مركزين. حتى احمد الشناوي الحارس المرمى بتاع بيراميدز كابتن، بس كنت هسالك عن هذا الامر، حراسه المرمى في بيراميدز جون هايل طبعا، بس عنده عيب صغير كابتن، الكور اللي بتشاط عليه من بعيد ما بيبقاش مركز، وكمان احمد ما بيركزش 90 دقيقه طول الوقت، حسب ممكن يركز 10 دقائق ويتو 5 دقائق، يركز 20 دقيقه يعني حسب طول الوقت، لو عملت عليه بريش وطول الوقت عملت شوت عليه وتحت ضغط، لا احمد ممكن يغلط اكتر من كوره طول الوقت، حتى في الكور القران والفاولات ما بيطلعش عليها خالص يا كابتن اسلام. فانا شايف اللي الدفاع احمد الشناوي، لا لو احنا ضغطنا عليهم من قدام ولعب النادي الاهلي على طول الوقت عايز اكسب، لا ممكن يبقى نقطه ضعف ونكسب ان شاء الله باذن الله. باذن الله كابتن.
طيب على الجانب الاخر، انت بالنسبه لك حراسه المرمى والدفاع واحده من اهم الخطوط والمميزات اللي عندك، على الرغم ان انت داخل برضو فيك اهداف كتيره في هذا الموسم، يعني بالنسبه لنا لما يخش فيك 18 هدف ولا اكتر شويه تبقى الامور بالنسبه لنا صعبه جدا. يعني بيبقى يعني انا شايفه كابتن اسلام ال 18 هدف يعني هو رقم كبير الفترة اللي فاتت، يعني 18 او 19 هدف رقم كبير، بس هي معظمها بتبقى من كور ثابته ضربه جزاء، يعني مش حاجات مثلا واحد ضد واحد، مش حاجة يعني حاجات اللي هي اوكي خلاص ضربه جزاء، الحاجات اللي هي مش ما تبينش عيوب الدفاع قوي، ما تبينش مثلا مش غلطه مثلا من مدافعين، ممكن مره مثلا عبد المنعم يغلط طبيعي، ممكن ياسر ابراهيم يغلط مره طبيعي، بس مش الغلطات طول الوقت متكرره. وكمان الدوري السنه ده يا كابتن مش يعني النادي الاهلي دوري صعب، فالناس برضو عايزه تكسب وعايزه تجيب جوان، فطول الوقت وكمان اللعيبه كمان كانت بتبقى مجهده، جايين من افريقيا بيلعبوا دوري، بيلعبوا كل 3 ايام ماتش، فبرضو ممكن التركيز بتاعه ما بيبقاش 100%. فانا شايف ان ال 18 جون او 19 كتير بالنسبه للنادي الاهلي، بس بالنسبه للدوري كله هتلاقي من اقل الفرق داخل فيها جوان النادي الاهلي، يعني 20 هدف يعني حاجه كده. فانا شايف التركيز الفتره اللي فاتت بتاع النادي الاهلي دفاعيا، لا اللعيبه مركزه على اعلى مستوى، ممكن يقول الفتره اللي فاتت كان في جوان بتخش عشان كان مركزين في افريقيا ومركزين في الكاس ومركزين في كذا ماتش، فاللعيبه حتى كان في روتيشن كتير، الفتره دي اللعيبه مركزه حتى دفاعيا، تلاقي الفتره اللي فاتت ما بيخش جوان كتير، ممكن جون او اتنين او ثلاثه، بس الاهلي كان بيجيب كتير. فانا شايف الفتره اللي فاتت الاهلي مركز دفاعيا كويس جدا. يعني انا كابتن شايف ازاي اداء الهجومي بالنسبه لوسام ابو علي، خصوصا وصل للهدف رقم 8 و يعني او المساهمات رقم 12 مساهمه؟ انا اول يوم جيت لحضرتك هنا في وسام قلت لك ده فرود النادي الاهلي، ده ستايل النادي الاهلي. صحيح. لعيب كبير، لعيب عنده شخصيه، لعيب هداف، لعيب كمان حريف، يعني بيعرف يلعب كوره، بينزل تحت البوكس، بيباصي، بيلعب بدماغه كويس جدا، بيجيب جوان حتى صعبه. شخصيه النادي الاهلي كابتن اسلام وسام، وكمان لسه عنده كتير، يعني وسام ده من نوعيه اللعيبه كابتن اسلام لو لعب 10 ماتشات غير لعب 15 غير لعب 20 غير لعب 25 غير لعب 30 ماتش غير قعد موسم او اتنين في النادي الاهلي. انا شايف ان وسام ده اضافه كبيره للنادي الاهلي، لعيب كبير من نص فرصه بيحرز هدف، بيشوط الضربات الجزاء ستايل حلو جدا، بينوع في ضربات الجزاء حتى اللي بيجيبها، بيساعد زمايله، بيعمل اسيستات. فانا شايف اللي هو بصراحه صفقه ناجحه جدا للنادي الاهلي السنه دي، وسام عامل موسم بالنسبه لي هايل. يعني الدوري المصري السنه دي شايفه ازاي في ظل التالق النادي الاهلي ومن بعده نادي بيراميدز؟ بص يا كابتن، الدوري السنه دي يعني اللخبطه اللي حصلت، هو الدوري السنه دي صعب، مش سهل يعني طبعا. لا مش سهل، مفيش ماتشات سهله خالص، بس باللخبطه اللي حصلت الفتره اللي فاتت، التحكيم على النظام الدوري على الحاجات مخليه الناس حتى توقيت الماتشات برضو الساعه 4 مخليه الناس ما بقتش مركزه 100%، ماتشات الساعه 4 يعني بقت 5 ونص الفتره اللي فاتت. فانا شايف ان هو دوري صعب جدا، دوري لغايه دلوقتي ما انتش عارف مين اللي هينزل ومين اللي هياخد الدوري، ناقص النادي الاهلي حوالي ناقص له 10 ماتشات، وبيراميدز ناقص له حوالي 4 5 ماتشات، ما انتش عارف مين اللي هياخد الدوري يا كابتن اسلام. حتى في الهبوط برضو ما انتش عارف مين اللي هينزل، ممكن الداخليه يبقى نسبه 80% هتنزل، بس الفرق الثانيه رسميا لسه بس بالورقه وبالقلم ممكن تنزل، بس في فرقتين ثلاثه لسه ما تعرفش مين اللي هينزل. فالدوري صعب جدا السنه دي، ما تعرفش مين اللي هياخد الدوري ومين اللي هينزل، فدي حلاوه الدوري. فانا شايف ان الدوري صعب، وانا شايف كمان ان النادي الاهلي يعني الحاجات دي كلها مر عليها كابتن اسلام، يعني مرت عليه سنين كتيره، كل سنه بيبقى الدوري اصعب من اللي قبليه، فاللعيبه بتاخد خبره كل سنه. فانا شايف ان السنه دي الدوري صعب، بس النادي الاهلي مركز واتحط في الموقف دي كتير جدا، فهيأدي نفس الاداء اللي بيأديه السنين اللي فاتت، وان شاء الله اتمنى ان شاء الله باذن الله ياخد الدوري ان شاء الله باذن الله. مين اللي هيلعب ان شاء الله يوم الجمعه من وجهه نظرك؟ انا شايف الشناوي هيلعب، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، مروان عطيه. محمد هاني مش عمر؟ ايه؟ مش عمر؟ لا هاني طبعا. هاني انا شايفه كابتن هاني، عمر لعيب مميز جدا، بس انا شايف ان عمر لما بيبقى احتياطي بينزل بيعمل فرق يا كابتن. اوكي. بيبقى فريش، نازل فريش قوي، بيعمل اسيستات، لعيب مميز. بس انا شايف محمد هاني هو اللعيب الاساسي في الباك رايت في النادي الاهلي، مستر كولر معتمد عليه طول الوقت، لعيب منتخب مصر، لعب اكتر ماتشات في النادي الاهلي، لعيب مميز عنده دفاعيا وهجوميا. شايف لو عنده خبره دلوقتي كابتن اسلام، محمد هاني لازم يبقى يكون موجود. انا شايف مروان واكرم وامام عاملين حاله هايله،
حسين الشحات ووسام وطاهر محمد طاهر يا كابتن. حسين الشحات ووسام وطاهر محمد طاهر، مش احمد عبد القادر. احمد عبد القادر الماتش اللي فات لما لعب ما كانش لسه في احسن حالاته، انا شايف ان هو ممكن الماتش ده يبقى موجود على الدكه وينزل يعمل فارق. احمد عبد القادر لعيب مميز جدا، انا واحد من الناس بحب لعب احمد عبد القادر جدا، عنده شخصيه ما بيخافش، بيروح واحد ضد واحد، لعيب مميز يعمل لك فارق في اي وقت. انا شايف اللي هو لسه موضوع الاصابه لسه مش فيت 100%، فهيبقى ليه دور بدل ما يلعب 90 دقيقه ممكن يبقى يطلع مجهوده كله في 30 دقيقه او 35 دقيقه يفيد النادي الاهلي. فانا شايف احمد عبد القادر لو قعد احتياطه ونزل 30 35 دقيقه هيدي النادي الاهلي 100% بتاعته ويعمل فرق مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراه، مباراه مهمه ومباراه صعبه ربنا يكرمنا فيها. النهارده انجلترا بالمناسبه كسبت هولندا 2-1 ووصلت للمباراه النهائيه. اذا المباراه النهائيه ما بين اسبانيا وانجلترا مباراه حلوه. بص يا كابتن، انا من يومين نهائي اليورو يعني أوروبا. انا من يومين اتسالت نفس السؤال، قلت اسبانيا وانجلترا، قلت نهائي اليورو اسبانيا وانجلترا. فالاقرب صحيح الاقرب الاثنين اسبانيا وانجلترا، واللي هياخد البطوله دي انجلترا. انجلترا انجلترا هياخد البطوله دي انجلترا، على الرغم ان كان في انتقادات كبيره جدا لساوث جيت. بص يا كابتن، انجلترا المنتخب انجلترا بقاله كتير ما خدش، عمره ما خد بطوله امم اوروبا ولا الهو، بس اللعيبه بتاعت انجلترا كابتن اسلام لعيبه اسكواد بتاعها غير طبيعي قوي. ممكن يكون المدرب اقل واحد في المنظومه كلها هو المدرب بس اللعيبه كلها عندها شخصيه، اللعيبه كلها عارفه عايزه ايه، اللعيبه كلها السنه دي تلاقيهم مركزين جدا. يعني برضو المدرب يعني المدرب بس ممكن يكون هو اقل واحد في المنظومه، بس في وقت انا 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 في لعيبه يعني اللعيبه الشخصيه لعيبه منتخب انجلترا مركزين جدا وما كسبوا، حسوا لا الموضوع قريب لما يوصلوا نهائي. انا بقول لك كابتن اسلام اسبانيا برضو عامله ماتشات هايله وعندها لعيبه جامده جدا ولاعيبه يعني بيمتعونا اكتر فرقه بتاعنا في اليورو هي اسبانيا، بس انا بقول لك كابتن اسلام انجلترا هي اللي هتفوز باليورو. انجلترا الاقرب، انجلترا اللي هتفوز باليورو، مع ان اسبانيا عامله شغل جامد جدا، احسن فرقه في البطوله، بس الله. النهايات ما بتتلعبش يا كابتن، النهايات تتكسب بالنتيجه بالظبط كده، يعني ممكن اعمل اداء كويس جدا واخسر. ايه رايك باللي بيحصل مع المنتخب الاولمبي؟ والله يا كابتن انا يعني الاولمبياد دي انا كنت واحد من الناس يعني كنت في المنتخب الاولمبي، كان امنيه حياتي العب اولمبياد، كان في الصين، بس احنا ما ساعتها كانت المجموعه بتاعتنا كانت مختلفه عن دلوقتي، كان نلعب ماتش رايح جاي اللي يكسب هو اللي يروح اولمبياد غير المجاميع وغير افريقيا والحاجات دي، كان امنيه حياتي نلعب اولمبياد في حاجه كبيره جدا اولمبياد يا كابتن اسلام. فاللي بيحصل منتخب مصر انا مش مصدقه، يعني كنت بتفرج انا مش مصدق اللي قلنا اي نادي مش عايز يودي اللعيبه بتاعته او الناس مش عارفه تودي اللعيبه بتاعتها، اللعيبه المميزه او اللعيبه الكبيره او اللعيبه الصغيره. ده بالنسبه لي انا كنت مصدوم، منتخب مصر هو فوق المنظومه كلها، واي اي اي حد المدير الفني بيشاور على اي حد يروح منتخب مصر. ايه المشكله؟ انا مش عارف ترتيبات الدوري يا كابتن، بس ايه المشكله؟ طبعا كلامك مظبوط في هذا. ايه المشكله لما الدوري توقف وياخد اللي هو عايزه؟ ايه المشكله؟ انا ما اعرفش الترتيبات، انا ما اعرفش الترتيبات اللي حصل كمان. طبعا عندك حق، ولكن اللي حصل النهارده كمان في ان اللعيبه يعني المفروض كانت ان هي تسافر النهارده وبعدين فجاه قال لك اصبر شويه. ما تقريبا الفيزا ما اتعملتش تقريبا، ما انا مش عارف. طب الناس بتوع المنتخب في حاجه اسمها كده؟ انا ده جديد عليا يا كابتن اسلام، جديد علينا كل مثل هذه الامور. وموضوع بقى برده بتاع اللعيبه، يعني من النادي الاهلي ودى اللعيبه بتاعته من اول يوم، اتفضل حتى موضوع الماتش بتاع بيراميدز، اللعيبه الصغيره اللعيبه بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي، النادي الاهلي قال لك روح موجودين مش عايزينهم يلعبوا ماتش بتاع بيراميدز، وهم اصلا دايما الالعاب الاولمبيه اللي موجودين في المنتخب الاولمبي لازم يبقوا موجودين صحيح. في المنتخب الاولمبي الالعاب الاولمبيه دايما بتبقى في الوقت ده ليه؟ عشان ما يبقاش في دوري ولا صح. في بتاع، فانت طبعا الموضوع بالنسبه لك ان انت بتلعب دوري لغايه 10 8 ولا 15 صعب قوي كابتن، صعب جدا، حاجه صعبه جدا، صعبه جدا يا كابتن، ولازم نبدا بقى في ظل ظروف صعبه. كابتن احنا السنه الجايه لازم نبدا من اول وجديد، لازم نعمل منظومه من اول وجديد، لازم نقعد مع ناس يعني بتحط الجدول من اول يوم لاخر يوم، تحط ماتشات افريقيا، تحط ماتشات الدوري، تحط ماتشات الكاس، يبقى اللعيب داخل عارف اللي هو من اول يوم هيلعب لغايه اخر يوم هيلعب، فالستايل بتاعه هياخد اجازته امتى، هيعمل الماتشات بتاعته، بطوله السوبر، بطوله حتى كمان النادي الاهلي كابتن اسلام السنه الجايه عنده ماتشات كتير جدا صعبه، عنده بطولات كتير قوي، فلازم يتحط له من دلوقتي الجدول، لازم الناس تبقى عامله حسابها، عامله حساب النادي الاهلي هيلعب كذا بطوله، اكتر من اربع خمس بطولات السنه الجايه، ممكن النادي الاهلي السنه الجايه كابتن سامي يلعب اكتر من 70 ماتش، النادي الاهلي السنه الجايه ممكن يلعب اكتر من 70 ماتش، فلازم الاتحاد الكوره يبقى عارف الموضوع ده ومرتب له ومرتب الدوري من اول يوم لاخر يوم، عشان كل الانديه تبقى عارفه اللي ليها واللي عليها يعني. فاتمنى ده يحصل ان شاء الله السنه الجايه. عموما نتمنى التوفيق يا رب في لمنتخبنا الاولمبي في المباريات القادمه، لانه يحمل المنتخب اسمه منتخب مصر، منتخب مصر كلنا هنبقى في ظهره، منتخب مصر الاولمبي يعني كلنا طبعا هنبقى في ظهره خلال المرحله القادمه. انا بشكرك جدا يا عمرو على وجودك معانا
ودايما بتبسط بوجودك معانا. حبيبي يا كابتن اسلام، يعني انت اخويا الكبير وبتشرفت لعبت معاك في النادي الاهلي طبعا. كنت لعيب كبير قوي يا كابتن اسلام، كنت باك رايت على اعلى مستوى، فكنت من اصعب الناس اللي انا يعني ابقى قدامك. بتتعبني انت برضه، يعني كنت ببقى شايل همك، شايل همك قوي وانت بتلعب قدامي. يعني شرف ليا موجود ومبسوط مع حضرتك على طول. انا مبسوط وانا موجود معاك. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن عمرو الحلواني. زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله ربنا يكرمنا في مباراه يوم الجمعه اللي جايه، وتبقى انا متاكد ان 15,000 متفرج هيكونوا متواجدين لمؤازره ومسانده ودعم النادي الاهلي في هذه المباراه. زي ما قلت لحضراتكم طوال هذا الاسبوع، مباراه مهمه، مباراه صعبه، مباراه تليق بالدوري المصري. ان شاء الله نشوفها يوم او باهم فريقين في الدوري المصري دلوقتي، سواء نادي الاهلي او نادي بيراميدز ان شاء الله. لكن هذه المباراه لو ربنا كرمنا وكسبنا مش معناها ان احنا خدنا الدوري. لو لا قدر الله حصل اي حاجه تانية مش معناها ان احنا خسرنا الدوري. لسه للنادي الاهلي 10 مباريات ولسه لنادي بيراميدز بقيه مباريات. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته يوم الجمعه امام بيراميدز. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، جميع المباريات او مباراه الاهلي وبيراميدز هتلعب بدلا من الساعه 7 الساعه 9 بالليل ان شاء الله في استاد القاهره. اذا سيكون الاستوديو التحليلي لهذه المباراه بدايه من الساعه 7. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع في البيت الكبير. انا بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله التقي مع حضراتكم وحلقه جديده من البيت الكبير.